السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المحاضرة بتاعتنا إن شاء الله النهاردة هنكمل فيها الهيربس فيروس. إحنا المحاضرة اللي فاتت اتكلمنا على الجنرال كاركتر بتاعت الفاميلي بتاع الهيربس فيروس، واتكلمنا على تو فيروسز في الفاميلي دي، هيربس سمبلكس 1 والفوروسيلا زوستر فيروس. إن شاء الله النهاردة هنكمل بقية المحاضرة بتاعتنا. الأوبجكتيف عندي في المحاضرة النهاردة، احنا طبعا احنا اتكلمنا في المحاضرة اللي فاتت على كل حاجة تخص الفاميلي بتاعة الهربس فاميلي، فاحنا النهاردة ان شاء الله هنتكلم على التو فيروسز اللي فضل لنا في الفاميلي دي. الأوبجكتيف اكسبلين مود اوف ترانسميشن، باثوجينيسيس، ديزيز دياجنوزيس، تريتمنت اند بريفنشن اوف سايتوميجالو فيروس اند ابيتشام بار فيروس. دول التو فيروسز اللي فضل لنا في الفاميلي دي، هنتكلم على كل حاجه تخصهم، على الديزيز اللي كوزد باي ذيس تو فيروسز، سايتوميجالو فيروس اند الابيتشام بار فيروس، وهنتكلم ازاي بنعمل لهم دايجنوزيس وتريتمنت. اند زي ما احنا شايفين كده في الرسمه دي الهيربس فيروس ذات كومونلي انفكت مان، دي اللي احنا اتكلمنا عليها المحاضره اللي فاتت. اتكلمنا هما زي ما احنا شايفين 8 فيروس، هيربس سمبلكس 1 و2، فوروسيلا زوستر فيروس، سايتوميجالو فيروس، الابيتشام بار فيروس، الهيومن هيربس فيروس 6 و7 و8، احنا اتكلمنا عليهم كلهم المحاضره اللي فاتت. فاضل الاثنين اللي احنا معلمين عليهم، اللي هو السايتوميجالو فيروس والابيتشام بار فيروس. تمام، السايتوميجالو فيروس بقى هنتكلم عليه. ايه هو السايتوميجالو فيروس ده؟ سايتوميجالو فيروس is a common cause of human disease، هو من أشهر الأسباب اللي بتعمل لي human infection. سايتوميجالو فيروس infected cell are massively enlarged and hence enemy. لو احنا نلاحظ اسمه سايتوميجالو، ميجالو يعني حاجة كبيرة، السيل اللي الفيروس بيعمل لها infection بتبقى massively enlarged، عشان كده تميته سايتوميجالو فيروس. تمام، الفيروس is excreted in urine, saliva, semen, breast milk, cervical secretion. معنى كده ان الانسان اللي عنده او البيشنت اللي عنده انفكشن بالسيتوميجالو فيروس بلاقي الفيروس موجود في معظم السكريشن اللي موجوده في البودي، تقريبا كلها، كل السكريشن اللي موجوده في البودي بيبقى موجود فيها الفيروس، زي اليورين ممكن الاقي فيه الفيروس، السلايفا، السيمن، البريست ميلك، السيرفايكال سكريشن، عشان كده المود اوف ترانسميشن بتاعته كتيره وهنتكلم عليها دلوقتي. تمام يا شباب، بالنسبه للاستراكشر بتاعه احنا شايفين في الرسمه هو نفس الاستراكشر بتاع الهيربس فاميلي اللي احنا اتكلمنا عليه المحاضره اللي فاتت، اللي هو دبل ستراند الدي ان ايه، الكبسيد عباره عن ايكوزوهيدرال كبسيد حواليه انفولوب، والانفولوب فيها سبايكس، يعني الاستراكشر بتاعه ما بيختلفش عن الاستراكشر بتاعه الفاميلي بتاع الهيربس، لكن اللي بيميزه ان الخليه اللي بيعمل لها الفيروس انفكشن تبقى ماسيفلي اللوجن تكبر، عشان كده سميته سايتوميجالو فيروس، وان الفيروس موجود في معظم البادي. بنقن ازاي بقى الفيروس؟ احنا في السلايد اللي فاتت قلنا ان هو موجود في معظم البادي سيكريشن. طيب بنقن ازاي؟ عندي ايرلي ان لايف لو الانفكشن اتنقل لي لبيبي بتنقل له ازاي؟ ممكن يتنقل لو المذر عندها سايتوميجالو فيروس، ممكن يتنقل ترانس بلاسنتال من البلاسنت او بالبريس بيرث كانال اثناء الديليفري، احنا قلنا ان هو موجود برضه في السيرفايكال سكريشن في السيرفكس، او اخر حاجه عندي بالبريست ميلك اثناء البريست فيدنج، ممكن يتنقل يبقى البيبي او النيو بورن، ممكن ياكواير الانفكشن لو المذر كاري السيتوميجالو فيروس باي طريقه من دي، يا اما ترانس بلاسنتالي، يا اما من خلال البيرث كانال، او اخر حاجه عندي من البريست ميلك. طيب الادلت ممكن يتنقل له الانفكشن ازاي المذر؟ السلايفا زي ان السلايفا ممكن تنقل الانفكشن، او تاني حاجه عندي سيكشوال بتوين سيكشوال بارتنر، او في البلاد ترانسفيوجن لو انا نقلت بلاد من بيشنت كاري السيتوميجالو فيروس لواحد تاني ممكن يتنقل في البلاد ترانسفيوجن، او اخر حاجه عندي في الاورجان ترانسبلانتيشن، ممكن لو انا بنقل اورجان من بيشنت لبيشنت والدونر عنده السيتوميجالو فيروس بيكاري السيتوميجالو فيروس بيتنقل مع الاورجان ترانسبلانتيشن للريسيبيانت للبيشنت اللي هو بيستقبل الاورجان ده. تمام يا شباب، يبقى دي المود اوف ترانسميشن، يبقى نيو بورن بيأكواير الانفكشن بطريقه، والليت ان لايف ممكن يأكواير الانفكشن بطريقه ثانيه. تمام، زي ما احنا شايفين. طيب ايه هي الكلينيكال فورمز؟ السيمتومز او الاعراض او الانفكشن بيظهر عندي ازاي؟ بقسمه لثلاث حاجات: normal host
لو انا الاميون سيستم بتاعي تمام ومفيش اي مشكله، لو انا بيشنت قضل وحصل لي انفكشن بسيط وجاله فيروس، بيبقى ليه فورمز الانفكشن، بيبقى شكل الانفكشن عندي له اشكال مختلفه. او لو البيشنت اميونو كومبرومايزد واتنقل له السايت وجاله فيروس، الانفكشن بيظهر بطريقه ثانيه. او ثالث حاجه عندي كونجينيتال انفكشن ان يوترو، او بيبي خد الانفكشن من المذر في اليوترس. يبقى دي الكلينيكال فورم، بقسمها على حسب حاله الاميون سيستم بتاعتي. لو انا نورمال هوست يعني انا انسان عادي الاميون سيستم بتاعي تمام، بتظهر بطريقه معينه الانفكشن. او لو انا اميونو كومبرومايزد، لو انا جهازي المناعي حصل له سبريشن، الانفكشن بيظهر بطريقه ثانيه. او لو بيبي وخد الانفكشن في اليوترس، بيظهر الانفكشن بطريقه ثالثه. وهنتكلم في السلايد اللي جاي على كل شكل شكل كل انفكشن. اهو زي ما احنا شايفين، لو في نورمال هوست، لو انا واحد جهازي المناعي تمام ما فيهوش اي مشكله، الانفكشن يظهر عندي لو انا اتنقلت لي العدوى بتاعه السايت وجاله فيروس. الانفكشن يظهر عليه ازاي؟ زي ما احنا شايفين ممكن ثلاثه فورمز. اول حاجه اسيمتوماتيك تظهرش عليا اعراض، او يظهر ديزيز اسمه انفكشوس مونونيوكليزيس، او حاجه اسمها ريتينوستينوزيس ان كوروناري انجيوبلاستي. اسيمتوماتيك ان البيشنت اتنقل له سايت ومجاله فيروس وما ظهرش عليه اي اعراض، يعني مفيش اي سيمتومز بتظهر عليه. ليتنت انفكشن الفيروس بيحصل له ليتنسي، الفيروس بيفضل عندي موجود في الليكوسايت الوايت بلاس سيلز كرات الدم البيضاء والكيدني. وانترميتنت فيروس شيدنج ان سلايفا اند يورين مي اوكي، يعني انا خدت الانفكشن، انا جهازي المناعي تمام، خدت الانفكشن مفيش اي اعراض ظهرت عليه، بس الفيروس بيعيش ليتنت عندي جوه الليكوسايت وجوه الكيدني. وانا بما ان انا شايل الفيروس يبدا يحصل انترميتنت شيدنج للفيروس عندي في السلايفا واليورين، واقدر اعدي ناس ثانيه، بس انا كبيشنت لا ما بتظهرش عليا اي اعراض. دي اول حاجه. تاني حاجه عندي الانفكشوس مونونيوكليزيس. ايه الانفكشوس مونونيوكليزيس ده؟ ده عباره عن سندروم ان شاء الله هنتكلم عليه حالا في الابيتشنبرغ فيروس. الابيتشنبرغ فيروس هو الفيروس الميلي اللي بيعمل لي انفكشوس مونونيوكليزيس. السيتوميجالو فيروس ممكن يعمل لي سندروم زيه، بس بيختلف. وانا بعمل تشخيص بحاجه اسمها هيتروفيل انتي بودي. الهيتروفيل انتي بودي هنا بتبقى نيجاتيف. الابيتشنبرغ الانفكشوس مونونيوكليزيس ده عباره عن سندروم بيبقى فيه فيفر زي ما احنا قلنا. تاني سندروم عندي الانفكشوس مونونيوكليزيس. الانفكشوس مونونيوكليزيس ده سندروم مينلي كوزد باي الابيتشنبرغ فيروس، واحنا هنتكلم عليه بالتفاصيل في الابيتشنبرغ فيروس. هو سندروم عباره بيبقى فيه فيفر وثرثروت واللارجمنتلي الليمف نود، ممكن الاقي الليفر والسبلين بيبقوا اللارجد، وفيه تايردنس. ده سندروم مينلي كوزد باي الابيتشنبرغ فيروس، بس السيتوميجالو فيروس ممكن يعمل السندروم ده بنفس السيمتوم. بفرق بينهم ازاي؟ بحاجه اسمها هيتروفيل انتي بودي. الهيتروفيل انتي بودي دي المفروض انها بتبقى بوزيتيف في الانفكشن في الابيتشنبرغ فيروس، بس بتبقى نيجاتيف في حاله السيتوميجالو فيروس. وهنتكلم على الهيتروفيل انتي بودي بالتفصيل ان شاء الله واحنا بنشرح السيتوميجال الابيتشنبرغ فيروس ازاي بيعمل لي الانفكشوس مونونيوكليزيس. يبقى الفرق بين الانفكشوس مونونيوكليزيس كوزد باي السيتوميجالو فيروس والابيتشنبرغ فيروس هي تيست معين انا بعمله اسمه هيتروفيل انتي بودي، بيبقى بوزيتيف في حاله الابيتشنبرغ فيروس ونيجاتيف في حاله السيتوميجالو فيروس تمام. لكن السندروم هي نفس الاعراض، فيفر ثرثروت اللارجمنتلي الليمف نود، ممكن الاقي الليفر والسبلين اللارجد. وانا قلت لكم هنتكلم عليه بالتفاصيل ان شاء الله في الابيتشنبرغ فيروس. تالت حاجه عندي اسمها ريتينوستينوزيس ان كوروناري انجيوبلاست، يعني لو انا عندي البيشنت هو نورمال هوست وكل حاجه، بس البيشنت ده انا عامل له انجيوبلاستي ان انا موسع له ارتري معين تمام، بلاقي ان البيشنت اللي عنده انفكشن بسيتوميجالو فيروس يبدا يحصل له استينوزيس في الانجيوبلاستي اللي انا عاملاه، التوسيع اللي انا عاملاه بلاقي حصل فيه ضيق تاني او حصل فيه استينوزيس. زي ما احنا شايفين an association was observed between presence of cytomegalovirus and retinostenosis in coronary angioplasty. الفيروس بيعمل ايه؟ cause proliferation of the cell of the smooth muscle leading to restenosis. يعني انا عملت توسيع للكوروناري artery، البيشنت ده لو حصل له infection بالcytomegalovirus ابدا الاقي ان التوسيع اللي انا عملت له عمليه توسيع الشريان ده رجع حصل فيها ضيق تاني، لان الفيروس بيعمل stimulation للبروليفريشن بتاع السموز ماسل للسيل بتاع السموز ماسل ويحصل ري استينوزيس.
تمام يا شباب، يبقى هم دول الثلاثة سيندرومز اللي ممكن ألاقيهم في البيشنت اللي حصل له انفكشن بس الإميون سيستم بتاعته تمام. يبقى لو حصل انفكشن بالسيتوميجالو فيروس في نورمال هوست في واحد الإميون سيستم بتاعه تمام، ممكن الانفكشن يعدي أسيمتوماتيك ما تظهرش أي أعراض، بس بيفضل الفيروس ليتنت في الكيدني والليكوسايت ويفضل يحصل شيدنج للفيروس في السلايفا واليورين. أو ممكن البيشنت ده تظهر عليه اعراض الانفكشوس مونونيوكليريس، ده سندروم بتظهر فيه فيفر وسور ثروت والارجمنت للجلان، والسندروم ده من اللي كوز بالابيتشيان بارك فيروس تمام. او لو البيشنت ده كان عامل كوروناري انجيوبلاستي عامل توسيع للكوروناري ارتري، بلاحظ ان بيرجع يحصل ري استينوزيس، يرجع ينقفل تاني الكوروناري ارتري تمام يا شباب. يبقى هي دي السندرومز اللي ممكن تظهر على واحد الاميون سيستم بتاعته تمام. هنا الرسمة دي هي بتوضح لي نفس الكلام اللي احنا بنقولنا عليه اللي هي ريتينوستينوزيس ان كورونري انجيوبلاستي، ان انا لما ببقى عندي بيبقى اليومين، لو انا اعتبرت ان زي ما في الرسمة ده ان ده اليومين بتاعة الكورونري ارتري كان مقفول وبعد كده دخلت البالون فعملت توسيع، يبدأ لو حصل انفكشن بالسيتوميجالو فيروس يبدأ يحصل بوليفريشن للسيل بتاع السمول ماسل ويبدأ يرجع يتقفل تاني الكورونري ارتري اللي انا كنت عملت له توسيع تمام. ده نفس الكلام اللي احنا قلناه. يبقى هي دي السندرومز الثلاثه اللي انا سوري السيمتومز الثلاثه اللي ممكن الاقيها في بيشنت الاميون سيستم بتاعته تمام. تاني حاجه بقى، لو انا لقيت الانفكشن، لو حصل الانفكشن سيتوميجالو فايرال انفكشن في بيشنت اميونو كومبرومايز، يعني لو بيشنت ايدز بيشنت البيشنت ريسيفنج اورجان ترانسبلانت او البيشنت اللي ريسيفنج كيموثيرابي اللي بياخدوا كيموثيرابي، ممكن يحصل لهم ايه لو جالهم انفكشن بالسيتوميجالو فيروس؟ بيبدا يحصل نيمونيا، ريتينايتس، جرافت ريجكشن او ديسيمينيتد ديزيز. يعني لو عنده اي انفكشن يبدا يحصل له ديسيمينيشن ويزيد الانفكشن عندي تمام. ان ذيس بيشنت انفكشن مي بي ديو تو ريأكتيفيشن اوف ذير اون ليتنت فيروس، يعني في البيشنت دي البيشنت اللي هم الاميونو سابريف ممكن يكونوا البيشنت دول اوريدي كان عندهم الفيروس قبل كده وكان ليتنت، بس لما حصل لهم اميونو سابريشن البيشنت حصل له ري اكتيفيشن او يكونوا اكوايرد الانفكشن من بيشنت تاني تمام. يبقى في الاميونو سابريف اللي هم مين الاميونو سابريف؟ احنا عارفينهم الاتش اي في بيشنت، ريسيفنج اورجان ترانسبلانت، ريسيفنج كيموثيرابي، ممكن يعمل فيهم ايه الفيروس ده؟ الفيروس ممكن يعمل له نيمونيا وريتينايتس وجرافت ريجكشن وديسيمينيتد ديزيز، ان اي ديزيز يحصل لهم يحصل له ديسيمينيشن ويبقى فيري سيفير تمام. في البيشنت دي الانفكشن كمان مش ممكن يكون اكوايرد ريسنت، لا ممكن يكون البيشنت دول كان عندهم الفيروس وليتنت ومش ظاهر عليهم اي اعراض، بس لما حصل لهم اميونو سابريشن الفيروس حصل له ريأكتيفيشن وبدا يعمل لهم سيمتومز جديده تمام يا شباب. يبقى دي تاني حاجه لو البيشنت اميون. يبقى ده تالت حاجة يا شباب هنتكلم عليها الكونجينيتال انفكشن، يعني بيبي اكواير الانفكشن من اليوترس بتاع المذر. بقسم هل البيبي ده اكواير الانفكشن في فيرست تريمستر في اول 3 شهور من البريجننسي او برينيتال اثناء الدليفري او اثناء البريست فيدنج اثناء الولادة تمام. لو حصل انفكشن في الفيرست تريمستر بيبقى له شكل، ولو حصل برينيتال انفكشن بيبقى له شكل تاني السيمتومز على البيبي ايه زي ما احنا شايفين. يبقى اول حاجه الكوزس بتاع الكونجنيتال انفكشن، ايه هو سبب ان يحصل للبيبي كونجنيتال انفكشن؟ المذر حصل لها انفكشن. طب المذر حصل لها انفكشن ازاي؟ يا اما ريسنت يا اما اكوايرد الانفكشن من اي حد، من البارتنر بتاعها من اي حد، او حصل ري اكتيفيشن كانت هي اصلا شايله الفيروس ليتنت عندها في الكيدني او في الليكوسايت زي ما احنا قلنا وحصل له ري اكتيفيشن تمام. يبقى الكونجنيتال انفكشن للمذر ممكن يكون حصل لها انفكشن لسه ريسنتلي اكوايرد الانفكشن، او كان شايل الفيروس وحصل له ريأكتيفيشن. الكلام بقى اللي احنا قلناه في السلايدز اللي فاتت، البيبي لو جاله الانفكشن في الفيرست تريمستر في اول 3 شهور من الحمل بيظهر سندروم، او لو حصل البرينيتال انفكشن بيبقى سندروم تاني خالص. لو في الفيرست تريمستر بيحصل ايه؟ بيحصل ابورشن وستيل بيرث، او حاجه اسمها سايتوميجاليك انكلوجن ديزيز، ديزيز اسمه سايتوميجاليك انكلوجن ديزيز. ابورشن يعني الحمل ما بيكملش تمام، او البيبي بينزل ابورشن يعني بيحصل الحمل ما بيكملش في الاول، او ستيل بيرث تمام، او السايتوميجاليك انكلوجن ديزيز البيبي بيتولد بس بيتولد بالسندروم ده. بيبقى فيه بقى ايه السندروم ده؟ البيبي بيتولد ببلايندنس، ديفنس،
mental retardation, microcephaly, hepatosplenomegaly, وميجالي jaundice, بيربرا أركو. يعني لو حصل infection في أول حمل، إما الحمل ما بيكملش بيحصل abortion أو البيبي بيموت، أو البيبي بيكمل وبيتولد بس بيبقى عنده سندروم اسمه cytomegalic inclusion disease، وده البيبي بتبقى ظهر عليه الأعراض زي ما احنا blindness, deafness, mental retardation, microcephaly, hepatosplenomegaly أو بيربرا. تمام، كل دي أعراض بتظهر على البيبي. طيب ده لو حصل الانفكشن، يعني المذر اكوايرد الانفكشن في اول 3 شهور من الحمل. طب لو الانفكشن حصل برينيتال انفكشن، البيبي خد الانفكشن من البيرث كانال او البريست ميلك، لان المعروف ان المذر بتنزل الفيروس في البيرث كانال او في البريست ميلك، بيبقى غالبا الانفكشن سب كلينيكال انفكشن، البيبي ما بتظهرش عليه اي اعراض، بيعدي سليم زي وزي النورمال هوست. بيحصل سب كلينيكال انفكشن، ما فيش انفكشن. تمام، يبقى هو ده الفرق عندي في الكودي. تالت فورم عندي من الانفكشن اللي هو الكونجينيتال انفكشن، بقسمه هل بيبي خد الانفكشن في الفيرست تريمستر من الحمل، او اتنقل له الانفكشن برينيتال من البيرث كانال او من البريست ميلك. تمام، يبقى هو دي تالت فورم من الفورمز بتاعه الانفكشن. يبقى انا عندي لو البيبي اكوايرد الانفكشن من سوري، لو عندي السيتوميجالو فايرال انفكشن، بقسم الفورمز بتاعته في 3 حاجات. لو البيشنت نورمال هوست، الاميون سيستم بتاعته تمام، بتظهر يا اما يبقى اسيمتوماتيك، يا اما يظهر عليه انفكشوس مونونيوكليتس، يا اما بيحصل حاجه اسمها ريتينوزس اوف كورونا انجيوبلاستي لو هو كان عامل انجيوبلاستي. تاني حاجه عندي لو البيشنت اميونوسابريست، لو البيشنت اميونوسابريست بتظهر عندي نيمونيا، ريتينايتس، اورجان ترانسبلانتيشن. تالت حاجه عندي لو الانفكشن اكوايرد للبيبي، بيبقى زي ما احنا قلنا عليه حاجه. تمام يا شباب، بتاعت الانفكشن. بعد كده هنتكلم على الدياجنوزس اوف فايرال انفكشن. زي ما انتم شايفين السكيما اللي انا بقول لكم عليها في اي فايرال انفكشن، اي فايرال انفكشن زي ما كنت عامله لكم سكيما في البكتيريال انفكشن، نفس الكلام في الفايرال انفكشن. السكيما بتاعت البكتيريال كان ليه سبيسمن وبعد كده السمير والكالتشر، لا هنا في الفيروس 3 حاجات. اول حاجه عندي ديتكشن اوف ذا فايروس ان ذا بيشنت تيشو، بدور على الفيروس في البيشنت تيشو. تاني حاجه عندي isolation of the virus in tissue culture، بعزله في مزرعه. اخر حاجه عندي السيرولوجي، ان انا بدور على الانتيبودي. نشوف بقى هنطبق الكلام ده في السيتوميجاليك فايروس. اول حاجه عندي detection of the virus in the patient tissue، بدور على الفيروس في البيشنت تيشو، بلاقي الفيروس عامل حاجه intranuclear cytomegalic inclusion body which are oval evil the eye. زي ما احنا شايفين دي evil the eye، دي عيون البومه. In the tissue or discriminated cell in the urine. يعني أنا لو أنا عندي infection في ال، إحنا عارفين الأورجانيزم موجود في البريست ميلك، موجود في cervical secretion، موجود في ال في أي tissue أو في الخلايا، ممكن ألاقيها في اليورين. لو أنا سبقت الخلايا دي وشفتها، بلاقي زي ما إحنا شايفين في الرسمة دي ال Ewell's eye دي اللي هي عيون البومة، شكل عيون البومة. ال inclusion body ال intranuclear cytomegalic inclusion body بيبقى شكلها كده زي ما إحنا شايفين في الرسمتين كده. الرسمة دي زي ما احنا شايفين، ودي الرسمة التانية، دي بتبقى شكلها عاملة زي عيون البومة. دي اشهر حاجة بشوفها في السيتوميجالو فيروس. تمام، او ان انا بدور ده بدور على الانكلوجن بودي، او بدور على النيوكليك اسيد ديتكشن اوف سيتوميجاليك نيوكليك اسيد في التيشو او في البادي فلويد زي البلاد، السي اس اف، الامنيوتيك فلويد، بدور عليه بالبي سي ار، وبرضه بستخدمه تديتكت الفيرال لود عشان اشوف نسبة الفيريميا، عشان برضه في الفولو اب بتاع التريتمنت كلمة فيرال لود عشان نسبة الفيريميا، هل الفيروس نسبته عالية في البلاد بتاع البيشنت، نسبته قلت مع التريتمنت او لا. يعني فايدة البي سي ار كمان ان انا بشوف الفيريميا. تمام، يبقى دي اول حاجة الديتكشن اوف ذا فيروس ان ذا بيشنت تيشو، يا اما بدور على الانكلوجن بودي اللي بيبقى شكلها ايول ذا اي كاركترستيك انها عاملة زي عيون البومة، او بدور على نيوكليسيد بالبي سي ار. تمام، دي بعد كده تاني حاجة عندي isolation of the virus in the tissue culture، ان انا اعزل الفيروس في مزرعة وببقى واخدة العينة من السرات washing او من اليورين. تمام، نعرفين ان هو برضو موجود في الصلايبة وممكن الاقي في اليورين. اخر حاجة عندي serological، ده المين diagnosis في viral infection زي ما احنا عارفين، ان انا بعمل detection لل IgM او rising titer لل IgG، وده غالبا بيستخدمه في الكونجينيتال انفكتد انفونت، وده بيبقى فيري دايجنوستيك للبيبي ان انا اقيس نسبه الاي جي ام، لان احنا عارفين ان الاي جي ام ما بيعديش في البلاسينتا، يبقى معنى كده ان البيبي حصل له انفكشن وهو اللي كونه.
فده بيبقى very diagnostic في congenital infected infant. يبقى ده في التشخيص بتاعه. احنا قلنا السكيما بتاعتنا وهنطبقها. بدور على الفيروس في البيشنت تيشو زي الرسمه الاولانيه، بدور على الانكلوجن بودي اللي بتبقى ايول ذا اي زي عيون البومه، او بدور على النيوكليك اسيد بالبي سي ار. تاني حاجه عندي بعمل ايزوليشن للفيروس من التيشو كلشر، بعزل الفيروس من التيشو كلشر على تيشو كلشر سوري على مزرعه انسجه من الثورات ووش او اليو. تالت حاجه عندي السيرولوجي، انا بدور على الانتي بودي اي جي ام او رايزنج الاي جي جي، وده بيبقى فيري يوسفول في الكونجنتالي انفكتد انفورت في الاطفال اللي حصل لهم انفكشن انيو. بعد كده بقى هعالجه ازاي؟ برضو زي ما احنا قلنا ان احنا عندنا العلاج ما بيفرقش معانا اسامي الادويه قوي، الفالسايكلوفير والسيدوفير والفوسكارنيه دول بيستخدموا في التريتمنت بتاع السيتوميجالو ريتينايتس. تمام، الانفونت والسيتوميجاليك انكلوجن ديزيز شوت بي ايزوليتد، لازم اعزلهم عشان ما يحصلش انفكشن. ولازم لو انا عندي نيو بورن لسه مولود ومحتاج نقل دم، لازم ابقى الدم اللي انا هنقله له لازم يكون سيتوميجاليك فايرال انفكشن، سيتوميجالو فايروس نيجاتيف. لازم اعمل له التيست بتاع السيتوميجالو فايروس عشان احمي البيبي ده ان هو ما يحصلوش اي انفكشن بعد كده. وبرده لو ممكن لو احنا بنعمل اورجان ترانسبلانتيشن، يفضل ان انا لما اجي انقل اورجان انقله من واحد سيتوميجاليك نيجاتيف دونر. تمام، عشان برضو امنع ان يحصل اي ري اكتيفيشن للسيتوميجالو فيروس بعد كده في الدونر ريسيبيانت لما بيحصل له اميونو سبريشن. تمام، يبقى الادويه زي ما احنا شايفين الانتي فايرال دراج. النقط اللي انا بتكلم عليها في التريتمنت، لو انا عندي بيبي انا عرفت ان عنده سيتوميجاليك انكلوجن ديزيز لازم اعمل له ايزوليشن اعزله عشان ما ينقلش الانفكشن، يبقى معزول. لو انا عندي بيبي طبيعي خالص ما فيهوش اي مشكله بس محتاج نقل دم، لازم لما اجي انقل له دم ابقى متاكده ان البلاط ده سيتوميجاليك فايرال انفكشن. رابع حاجه عندي برضو في الاورجان ترانسبلانتيشن، لو انا هنقل اورجان بتوين تو بيشنت، لازم وانا من ضمن التستات اللي انا بعملها بتوين الدونر والريسيبيانت لازم يكون الدونر عندي يفضل ان هو لو ده ممكن ان انا اعمل له ادور على السيتوميجالو فايروس ويفضل ان هو سيتوميجالو فايرال نيجاتيف، عشان بعد كده لما انقل اورجان ما بقاش بنقل للريسيبيانت السيتوميجالو فايروس اللي ممكن يعمل له مشاكل. تمام يا شباب، يبقى ده عندي التريتمنت بتاع السيتوميجالو فايروس. البريفنشن يا شباب، البريفنشن عندي بالنسبه للفاكسين جينيتيكلي انجينيرد سب يونت جلايكوبروتين بي فاكسين، وده اندر ترايل لسه بيحاولوا يعملوا فاكسين للسيتوميجالو فايروس بس نوت افيلبل. تمام، لان هو احنا زي ما احنا شفنا في الشرح بتاعنا هو الفيروس مشاكله مش كتيره الا اذا كان البيشنت حصل له مشكله في الاميون سيستم او كان اميونو سبريس. تمام يا شباب، احنا كده خلصنا كل حاجه على السيتوميجالو فايروس، اتكلمنا على الانفكشن، الفورمز بتاعه الديزيز، اتكلمنا ازاي بشخصه وازاي بعالجه والبريفنشن. تمام يا شباب، هنتكلم على تاني فيروس، هنتكلم بقى على تاني فيروس عندنا في المحاضره بتاعتنا ان شاء الله النهارده اللي هو الابيتشيان بار فيروس. زي ما انا لسه قايله لكم في الجزء الاولاني ان الابيتشيان بار فيروس ده الكوزاتيف ايجنت اوف انفكشوس مونونيوكليزيس. ايه هو الانفكشوس مونونيوكليزيس؟ هنتكلم عليه دلوقتي بالتفاصيل. تمام، اتيز اسوسييتد برضو الفيروس ده بلاقي له ارتباط ببعض انواع التيومر زي تيومر اسمه بيركت لينفوما، نيزوفارينجيال كارسينوما، هوجكينج ونون هوجكينج لينفوما، دي عباره عن انواع تيومر بتحصل في الليمف نود، جاستريك كانسر له علاقه بالجاستريك كانسر، حاجه اسمها اورال هيري ليكوبليكيا ان ديبيشن، لينفوبليفوتيف ديس اوردر ان ايمينو سبريس ديبيشن. يعني ان الفيروس ده له علاقه بتيومر كتير. هو كمان زي ما هو الكوزاتيف ايجنت بتاع الانفكشنز مونونيوكليزيس، لا البيشنت اللي لقوا عندهم الكانسر دي لقوا ان الابيتشيان بار فيروس موجود في البيشنت دي. حتى لو انتوا فاكرين واحنا بنشرح التيومر فيروس احنا اتكلمنا على الابيتشيان بار فيروس كتيومر فيروس بس، ان هم يقدروا يثبتوا ان هو له رول فعلا بيشتغل ازاي بالظبط، لا ما مش متاكدين بالظبط ان هو من الفيروس اللي بتعمل مالجنانت ترانسفورميشن، لكن في اتصال بينه وبين بعض التيومر زي ما احنا قلنا كده. يعني البيشنت اللي عندهم هوجكينج لينفوما في بعضهم الاقي عندهم بيتشان بار فيروس، وبعضهم لا، اللي عندهم جاستر كارسينوما تيومر في الجي اي تي بعضهم لقينا عندهم البيتشان بار فيروس وبيتشان بار فيروس وبعضهم لا، بس في صله نسبيا في صله بين البيتشان بار فيروس وبين التيومرز اللي احنا
قلنا عليها دي. تمام يا شباب؟ ايه بقى المورفولوجي بتاع الفيروس ده؟ احنا قلنا الاستراكشر بتاعه الشامبارو فيروس is morphologically similar to herpes virus family. هو شبه طبعا الهيربس فيروس فاميلي في النيوكليك اسيد وفي البروتين، بس ديفر انتيجينيكلي امبورتنت انتيجين، في بعض الانتيجين اللي بتميز الفيروس ده وبتساعدني في تشخيصه. يعني انا لقوا بعض المميزات بعض انواع الانتيجين او البروتينات الخاصه بالفيروس ده وبتساعدني في التشخيص. يعني انا لما بدور على الانتيجين ده بعرف اذا كان حصل انفكشن على انواع الانتيجين اللي احنا هنقولها دلوقتي دي، بعرف اذا كان حصل انفكشن بابيتشامبارك فيروس ولا لا. زي ايه بقى انواع الانتيجين دي؟ فايرال كابسيد انتيجين، ايرلي انتيجين، نيوكليير ابيتشامبارك فيرال نيوكليير انتيجين، فايرال ميمبرين انتيجين، هوتش اجينست هوتش نيترالايزنج انتي بودي اس 4. يبقى بالنسبه للاستراكشر بتاعه هو مورفولوجيكالي سيميلر تو الهربس فان، عندي دبل ستراند دي ان ايه الكابسيد وكوزوهيد انفولوبد، لكن في بعض الانتيجين اللي موجوده في الفيروس ده بتميزه عن بقيه عيله الهربس اللي هم فيرال كابسيد انتيجين، ايرلي انتيجين، ابيتشامبارك فيرال نيوكليير انتيجين، وفيرال ميمبرين انتيجين. والفيرال ميمبرين انتيجين ده جسمي بيكون اجينست ات البروتكتيف انتي بودي. تمام؟ يبقى ده بالنسبه للاستراكشر بتاعه هو برضو سيميلر للفاميلي بتاعه الهربس فاميلي. لكن بقى بالنسبه للانفكشن بتاعه it infect primarily، هو بيعمل infection ازاي؟ B cell in B cell in some of which it remain latent viral DNA integrate into the cell genome ومن copy are found to the cytoplasm. وال Epstein-Barr viral can transform B cell they become immortal and proliferate. هو لما بيدخل جسم بيعمل infection للB lymphocyte وبيعيش جواها، بيبقى latent جواها، بيعمل integration. يعني زي ما احنا شايفين في الرسمة ده ال Epstein-Barr virus دخل جوه عندي البيسل وعمل جواها الانفكشن زي ما احنا شايفين كده. تمام؟ بيعيش جواها ليتنت بقى جوه البيسل ده عشان يعمل انفكشن بعد كده. الفيرال دي ان ايه بتاعه بيعمل انتجريشن جوه الدي ان ايه بتاعه السيل. تمام؟ ويبدا تظهر نسب كتيره في السيتوبلازم. هو بيعمل مالجنت ترانسفورميشن للبيسل اللي بيعمل لها انفكشن، بيحصل لها ديفيجن indefinitely وبتبقى immortal ما بتموتش. البيسل اللي عمل لها infection ما بتموتش، بتبقى immortal وبتحصل لها division in proliferate definitely indefinitely proliferate بنسبة كبيرة جدا. تمام؟ يبقى لما بيدخل عندي جوه خلايا جسم بيعمل infection لإيه؟ mainly للبيسل، وبيعيش جواها latent لأنه بيعمل integration للDNA بتاعه جوه الDNA بتاع البيسل. طب لما بيدخل جوه البيسل بيعمل فيها إيه؟ بيغير الكاركتر بتاعه البيسل اللي عملها انفكشن، بتخليها تبقى امورتيال ما بتموتش، الخليه اللي عملها انفكشن ما بتموتش، وبيبدا يحصل لها بلوكيشن ان ديفينيتلي. تمام يا شباب؟ يبقى دي الكاركتر من ضمن الكاركتر بتاعه الابيتشيان بار فايروس. يبقى احنا زي ما احنا قلنا الكاركتر بتاعه مورفولوجيكالي سيميلر للفاميلي بتاع الهربس زي ما احنا قلنا في السلايد اللي فاتت. بتختلف في بعض انواع الانتيجين، كمان ان هي بتعمل انفكشن زي ما احنا شفنا كده للبيسل، اول ما بيدخل جسم بيعمل انفكشن للبيسل وبيعيش ليتنت جوه، بيعمل انتجريشن للدي ان اي بتاعه جوه الدي ان اي بتاع البيسل. طيب البيسل اللي عمل لها انفكشن بيعمل فيها ايه؟ بيعمل فيها ان هو بيخليها تبقى امورتيال وبوليفريت اندفينيتلي. بعد كده احنا قلنا الانتيجين بتاعه الابيتشامبار فايرال مهمه جدا، الفايرال كابسيد انتيجين، الايرلي انتيجين، النيوكليير انتيجين، الابيتشامبار فيرال نيوكليير انتيجين، والفيرال ميمبرين انتيجين. تمام؟ زي ما احنا شايفين في الليتنت فيز بتظهر انواع معينه من الانتيجين اللي هي الميمبرين انتيجين والنيوكليير انتيجين. لما بيتحول ل الاكتف فيز بتظهر عندي زي ما احنا شايفين في الرسمه ايه الايرلي انتيجين والفيرال كبسيد انتيجين. تمام يا شباب؟ يبقى عندي في الليتنت فيز انواع انتيجين بتبقى موجوده في الفيروس، اعرف ان هو في latent phase. لما بيحصل له reactivation بيظهر انواع تانية من الانتيجين زي ما احنا شايفين في الرسمة بتاعتنا دي. الباثوجينيسيس بقى هنتكلم دلوقتي على الباثوجينيسيس بتاعة الفيروس ده. احنا اتكلمنا على الاستراكشر بتاعه وان هو مرتبط مين لبعض انواع المالجنانت سيل، واتكلمنا على الاستراكشر بتاعه في انتيجين معينة بتميز الفيروس ده تمام عن اي فيروس. بعد كده بيتنقل ازاي؟ اهم طريقه بيتنقل بيها الانفكت السلايفا، بيتنقل بالسلايفا بتوين البيرسون. تمام؟ فيري ريرلي بالبلاد ترانسفيوجن، قليل جدا ان هو يتنقل بالبلاد ترانسفيوجن بتوين الانفكتد بيرسون. طيب
لما هو بيتنقل بيه الانفكتد سلايفا، الانفكشن بيحصل ازاي؟ الانفكشن بيبدا عندي طالما السلايفا، يبقى اول مكان هيدخل عليه الفيروس الاوروفارينكس، هيدخل على الاورال كيفيتي، يبدا يمالتبلاي في الاوروفارينكس ويبدا ينزل عندي في السيركيوليشن في البلد. في البلد هيقابل التارجت بتاعه اللي هي البيسل اللي احنا قلنا عليه، يبدا يهاجم البيسل. لما بيدخل جوه البيسل ويعمل لها انفكشن، الاميون سيستم عندي بيعتبر البيسل دي خلاص فوري، بيبدا التي سيل عندي جوه جسمي سايتوتوكسيك تي سيل تورياكت اجينست الانفكتد بيسل، تبدا تورياكت اجينست ات، وبيحصل تشينج، بيتغير شكل التي ليمفوسايت. التي ليمفوسايت اللي بتهاجم الانفكتد بيسل بالسيتومجالوباث يبدا يحصل تغير في شكلها، وتبان التي ليمفوسايت دي عندي في السيركيوليشن كاز اتيبيكال تي ليمفوسايت، بشوفها في البريفرال بلاد، بتساعدني كمان في التشخيص. الكلام ده انا بقوله ليه؟ عشان حالا واحنا بنتكلم ازاي بشخص الفيروس، اتكلم على ان من وسائل تشخيص الابيتشن بار فيروس ان انا بلاقي اتيبيكال ليمفوسايت في البريفرال بلاد، في السي بي سي بتاع صوره الدم بتاعه العيان ده. تمام، بعد كده الرسمه دي بتوضح لي الكلام ده. زي ما احنا شايفين اول حاجه البرايمري انفكشن، الابيتشن بار فيروس عندي زي ما احنا شايفين بيدخل على الاوروفارينكس على التونسيل ويبدا يمالتبلاي، ينزل عندي في الرسمه، بعد كده عندي في السيركيوليشن، يدخل على البي سيل ويعمل انتجريشن جوه الدي ان اي بتاعه البي سيل، تبدا عندي التي سيل تهاجمه، بتعتبره ان هو فورين، ان هو غريب، وتبدا تهاجم البي سيل اللي حصل لها انفكشن. التي ليمفوسايت دي نفسها بيحصل لها تشينج في المورفولوجي، شكلها بيتغير، وتبان عندي في صوره الدم كاتيبيكال تي سيل، بشوفها نفس صوره الدم بتاعتي من وسائل تشخيص الانفكشن باي ابيتشن بار فيروس. وبعد كده بقيت الرسمة دي طبعا ده ليتنت انفكشن، ان الفيروس بيعيش جوه البي ليمفوسايت لغاية ما يحصل اي فاكتور يسبريس الاميون سيستم، يبدأ يحصل شيدنج ويعمل لي انفكشن تاني. تمام يا شباب، يبقى ده الباثوجينيسيس. بعد كده الفورمز بتاعة الانفكشن، زي ما احنا اتكلمنا في السيتوميجالو فيروس ان في فورمز على حسب الاميون سيستم بتاع الهوست، هنا في فورمز على حسب الاميونيتي برضه. لو حصل الانفكشن في فتره التشايلد هود، لو حصل الانفكشن في فتره الادوليسنت، لو حصل الانفكشن في التشيلدرن، والتشيلدرن دول كان عندهم مشكله في جهازهم المناعي اميونو ديفيشنسي، بيعمل فيهم ايه الفيروس ده؟ اول حاجه عندي في التشايلد هود بتعدي مفيش مشكله، ريزلت اسيمتوماتيك ريزلت ان لايف لونج اميونيتي، بيبقى الانفكشن اسيمتوماتيك ريزلت ان لايف لونج اميونيتي. تمام، مفيش سيمتومز على البيشنت وبيجي بعدها لايف لونج اميونيتي. لو حصل في فتره الشباب بيحصل للسندروم اللي احنا قلنا عليه انفكشوس مونونيوكليوزيس، وهنتكلم عليه بالتفاصيل حالا. اخر حاجه عندي لو حصل انفكشن في طفل، بس الطفل ده كان عنده مشكله انهيرتد اميون ديفيشنسي، بيجي له سندروم اسمه اكس لينكد ليمفوبلوكيتد سندروم، ده سندروم بيجي للاطفال اللي كان عندهم مشكله، اي مشكله في الاميون ديفيشنسي وحصل لهم انفكشن بالابيتشن بار فيروس بيجي لهم السندروم اللي هو اسمه اكس لينكد ليمفوبلوكيتد سندروم. يبقى دي الفورمز اوف ديزيز برضو على حسب الانفكشن حصل في اي فتره، تشايلد هود ولا في الادوليسنت ولا في التشيلدرن وذ اميونيتي. اول حاجه عندي زي ما احنا قلنا الكلينيكال فورم، برايمري انفكشن ديونج تشايلد هود از اسيمتوماتيك ريزلت ان لايف لونج اميونيتي، يعني ان البيشنت اللي حصل له انفكشن بالابيتشن بار فيروس لو حصل انفكشن في التشايلد هود في فتره الطفوله مفيش اي سيمتومز بتظهر عليه وخلاص ما بيحصلوش الانفكشن تاني، ما بيحصلش ريكرنت انفكشن، لا بيجي بعدها لايف لونج اميونيتي. تاني حاجة يا شباب، يبقى احنا قلنا اول حاجة في التشايلد هود الانفكشن بيعدي اسيمتوماتيك ما بيظهرش اي اعراض. لو حصل انفكشن عندي في الادوليسنت 50% من البيشنت بتمنفست بسندروم اسمه انفكشوس مونونيوكليوزيس. الانفكشوس مونونيوكليوزيس ده سببه ايه؟ سببه ان انا بيحصل عندي، احنا قلنا ان الفيروس بيدخل مينلي على البي سيل بيعمل لها انفكشن وبيعمل انتجريشن جواها. البي سيل دي بيحصل لها بوليكلونال اكتيفيشن، بيحصل لها اكتيفيشن بطريقة اوبر زيادة، فبتبدأ تطلع حاجة اسمها هيتروفيل انتي بودي. الهيتروفيل انتي بودي لو انتوا فاكرينها ان احنا خدناها في الاميونيتي، دي كانت عبارة عن انتي بودي فورمد اجينست فورين انتشين بط كان كروس رياكت وذ انذر انتشين، يعني تقدر تعمل رياكشن وذ انذر انتشين وذ نوع تاني من انواع الانتشين. يعني انا عندي هنا الهيتروفيل انتي بودي اللي طلعت من البي سيل دي فورمد اجينست الابيتشن بار فيروس انتيجين، بط هي تقدر تعمل
with reaction with another antigen، وهنتكلم عليها حالا في التشخيص. يبقى الهيتروفيل انتي بودي ديت انتي بودي فورمد اجينست فورين انتجين بوت كان رياكت ويز سيلف انتجين، تقدر تتفاعل مع انواع تانية من انواع الانتجين، وهنتكلم حالا واحنا بنشخص ازاي بدور على الهيتروفيل انتي بودي دي. تمام. طيب ايه السيمتومز؟ السيمتومز زي ما احنا قلنا فيه الابيتشن بار فيروس، هي سيمتومز فيري مايلد، فيفر، سور ثروت، انلارجمنت للليمف نود، لسبلين، راش، مي ابير، هيباتايتس كان اوكير، ممكن يحصل للبيشنت ده انفلاميشن للليف، والديزيز ده غالبا بيبقى سيلف ليميتد وبيعدي. يبقى ده في الادوليسنت. الادوليسنت عندي بيظهر عليه سندروم اسمه انفكشوس مونونيوكليزيس. احنا قلنا ان الابيتشن بار فيروس ده الكوزاتيف ايجنت اوف انفكشوس مونونيوكليزيس. ليه بيحصل؟ لان انا لما الفيروس بيدخل يعمل عندي انفكشن في البي سيل بيحصل لها بوليكلونال اكتيفيشن، بتبدا تطلع انتي بودي بكميه كبيره اسمها هيتروفيل انتي بودي. والسيمتومز زي ما احنا قلنا الاعراض اللي موجوده على عندي لو الانفكشن مونونيوكليزيس حصل في التشيلدرن او الانفكشن حصل في التشيلدرن اللي عندهم inherited immunodeficiency syndrome. عندهم immunodeficiency syndrome، عندهم اي مشكله في الاميون سيستم، بيبدا البيشنت دول يحصل لهم سندروم اسمه اكس لينكد ليمفو بلوفريتيف سندروم، بيجي لهم سندروم اسمه اكس لينكد ليمفو بلوفريتيف سندروم. تمام. يبقى لو حصل انفكشن في اطفال عندهم مشكله في جهازهم المناعي بيجي لهم السندروم اللي اسمه اكس لينكد ليمفو بلوفريتيف سندروم. مش مهم نعرف التفاصيل، نعرف اسمه بس، مش مهم نعرف السندروم ده ايه، ايه الكاركتر بتاعته، لا نعرف اسمه خلاص. تمام. يبقى زي ما قلنا كده يا شباب احنا دول التلاتة سندروم اللي ممكن يحصلوا للبيشنت لو جاله ابيتشن بار فيرال انفكشن. لو في التشايلد هود بيعدي عادي وبيبقى اسيمتوماتيك ولايف لونج اميونيتي، لو في الادوليسنت 50% من البيشنت بيجي لهم الانفكشن مونونيوكليزيس، وده زي ما احنا قلنا ده ديزيز سيلف ليميتد. اخر حاجه عندي لو حصل انفكشن في التشيلدرن، التشيلدرن دول كان عندهم اميونوديفيشن سندروم، بيجي لهم سندروم اسمه اكس لينكد ليمفو بلوفريتيف سندروم. تمام. بعد كده ازاي اشخصه؟ نفس الكلام اللي احنا قلنا عليه اللي هي السكيما اللي انا بحطها في تشخيص اي فيروس، وبشتغل على اساس اي فيروس يجيلي لازم ابقى عارفه ان انا بشخصه بالطريقه دي. ديتكشن اوف ذا فيروس ان ذا بيشنت تيشو، isolation of the virus in tissue culture، واخر حاجة عندي serum. اول حاجة عندي detection of the Epstein Barr viral in the patient tissue، بدور عليه في البيشنت تيشو. بدور عليه فين؟ في الليمفوسايت اللي احنا قلنا ان هو بيدخل يعمل infection للبي ليمفوسايت. بدور عليه في البريفرال ليمفوسايت، في السلايفا، في الثور ثروت، في الليمفويد تيشو. بدور عليه بالدي ان اي او البي سي ار، يبقى انا بدور على النيوكليك اسيد بتاع الفيروس. يعني انا لو انا شاكك ان بيشنت حصل له انفكشن بالابيتشن بار فيروس باخد سبيسمنت منه بلاد، وادور في الليمفوسايت، في السلايفا، في الثورات سواب، في الليمفويد تيشو، وادور على النيوكليك اسيد بالدي ان اي بروب او البي سي ار. ايزوليشن اوف ذا ابيتشن بار فيروس من البيشنت ماتيريال بوسيبل بات ديفيكلت، يعني ان انا اعزل الفيروس ممكن بس طبعا ديفيكلت ما بيستخدموش، يعني الايزوليشن في تيشو كلشر للابيتشن بار فيروس ما بيستخدمش. تمام. بوسيبل يعني ممكن استخدمه بس difficult، يعني مش الحاجات اللي هي الكومون اللي الناس اللي البيولوجيست بيستخدموها في تشخيص الابيتشن بار فيروس، برغم انها ممكنه لكن هي صعب استخدامها. تالت حاجه بقى يا شباب ودي اهم حاجه عندي في التشخيص detection of heterophil antibody. فاكرين احنا قلنا لكم ايه هي الهيتروفيل؟ دي عباره عن antibody formed against specific antigen but can react with another antigen، يعني هي انتي بودي، هي الهيتروفيل انتي بودي دي قلنا انها انتي بودي فورمد باي البي سيل اجينست الابيتشن بار فيروس، بس هي كان رياكت وذ انذر انتجين، عندها القدره انها ترياكت وذ انذر انتجين، زي انها بتعمل اجلوتينيشن للتشيب ار بي سي. وده بستخدم التست ده، التست ده بسميه مونو سبوت او بول بانل تيست، وده افيلابل، يعني ان انا باخد العينه بتاعه السيروم بتاع البيشن وبضيف عليها التشيب ار بي سيز، ار بي سيز بتاعه التشيب، بلاقي يحصل اجلوتينيشن للتشيب ار بي سيز، يبقى البيشنت ده عنده هيتروفيل انتي بودي. يبقى هيتروفيل انتي بودي ده زي ما احنا شرحنا دي عباره عن انتي بودي جسم بيكونها اجينست سبيسيفيك انتيجن بس كان رياكت وذ انذر انتيجن، تقدر تتفاعل مع انتيجن ثانيه غير اللي هي اصلا اتكونت اجينست ات. تمام. زي عندي هنا في حاله الابيتشن بار فيروس جسمي كون هيتروفيل انتي بودي اجينست الابيتشن بار فيروس، بس الهيتروفيل انتي بودي ده كان رياكت وذ تشيب ار بي سي.
تقدر تعمل لي رياكشن with التشيب RBCs. تمام يا شباب، يبقى هو ده عندي الطريقة اللي أنا بشخص بيها الانفكشوس مونونيوكليزيس. وقلنا التست ده اللي بيفرق لي الانفكشوس مونونيوكليزيس caused by الابيتشان بار فيروس من الانفكشوس مونونيوكليزيس caused by السيتوميجالو فيروس. إن أنا عندي في حالة الابيتشان بار فيروس الهيتروفيل أنتي بودي بوزيتيف جسمي كونها، لكن في حالة السيتوميجالو فيروس لا، مفيش هيتروفيل أنتي بودي، نفس التشخيص ونفس الأعراض، هو انفكشوس مونونيوكليزيس بنفس الأعراض بس مفيش هيتروفيل أنتي بودي. تاني حاجة عندي في السيرولوجيكال دايجنوزيس بلاقي ديتكشن اوف انتي بودي اجنست الابيتشان بار فيرال سبيسيفيك انتي. فاكرين لما احنا بنشرح في الاستراكشر بتاعه قلنا ان هو مورفولوجيكالي سيميلر تو الهيربس فاميلي، بس ذير از سبيسيفيك انتي، في بعض الانتيجين اللي بتميزه. وايه اهمية الانتيجين دي؟ اهميتها في التشخيص، بتفيد ان انا بالتشخيص ان انا زي ما احنا هنشوف حالا بدور على الانتيجين دي بالالايزا او الامينوفلوريس. لو لقيت اي جي ام اجنست فايرال كابسيد انتيجين ده انديكيت ريسنت انفكشن، معنى كده ان البيشنت ده لسه واخد الانفكشن. او الاي جي جي انتي بودي اجنست فايرال كابسيد انتيجين او الابيتشان بار فايرال نيوكليار انتيجين، ده معناه ان البيشنت ده عنده انفكشن قديم. يبقى دي اهميه الانتيجين اللي احنا قلنا انها بتميز الفيروس من الاول، انها بتساعدني في التشخيص. يبقى ده زي ما احنا قلنا كده يا شباب، ادي الثلاث طرق بتاع التشخيص. يا اما اعمل ادور على الفيروس في البيشنت ماتيريال، وهنا بدور على الفيرال نيوكليك اسيد بالبي سي ار او الدي ان اي بروب، او بعمل ايزوليشن الفيروس، وده ممكن بس مش بيستخدم الفيرولوجيست، مش بيفضله، او السيرولوجيكال دايجنوز. والهيتروفيل انتي بودي اللي هو البول بانل تيست او المونوسبوت تيست ده اسهل طريقه او افضل طريقه لتشخيص الانفكشوس مونونيوكليزيس، او زي ما احنا قلنا ان احنا بندور على الانتي بودي اجينست سبيسيفيك انتيجين، الاي جي ام اجينست فايرال كابسيد انتيجين انديكيت ريسنت انفكشن، والاي جي جي اجينست فايرال كابسيد او الابيتشان بار فايرال نيوكليير انتيجين ان باست انفكشن. في بقى حاجه معينه طريقه تانية بستخدمها في التشخيص، وده كومونلي يوزد، ان انا بستخدم حاجه اسمها البلاد بيكتشر. يعني انا خلاص بعدت عن شغل الفيرولوجي، في بقى تيست بعيد عن شغلنا احنا بتوع المايكروبيولوجي، لا شغل سي بي سي، صورة دم. عندي في صورة الدم بتاع العيان ده بلاقي حاجة مميزة جدا، بلاد بيكشر شو انكريز ليكوسيتك كاونت، بلاقي نسبة الليكوسايت عالية جدا. المفروض نسبة الوايت بلاد سيلز عندي، بلاقي نسبة الليكوسايت عندي وصلت لغاية 25,000. احنا عندنا الطبيعي في نسبة الليكوسايت في صور الدم ان شاء الله هتاخدوها بعد كده في البطنة، نسبة كرات الدم البيضة في الإنسان العادي الأضلت بتبقى من 4,000 لغاية 11,000. عندي هنا بلاقي نسبة الليكوسايت بتوصل لغاية 25,000. كمان مش بلاقي بس نسبة الليكوسايت عالية، في الفيلم كمان بتاع البلاد سيل احنا قلنا ان هو بيعمل انفكشن للبيلينفوسايت، بلاقي نسبة البيلينفوسايت عالية، ليمفوسايتوزيس، نسبة الليمف عالية جدا في صورة الدم، نسبة المونوسايت عالية. وبلاقي فاكرين واحنا قلنا ان التي سيل لما بتهاجم البي سيل في الباثوجينيسيس بشكلها بيتغير، وبلاقيها في البريفرال بلاد اتيبيكال تي ليمفوسايت. دي طريقه من طرق التشخيص برضو، ان انا بلاقي اتيبيكال ليمفوسايت. يبقى انا غير شغل المايكروبيولوجي اللي احنا اتكلمنا عليه، لا انا بلاقي حاجات كمان لها علاقه بشغل اللي هو الهيماتولوجي بتوع البلاد. بلاقي ان صوره الدم نسبه الوايت بلاد سيل عاليه، ومش عاليه بس لا، نسبة الليمفوسايت عالية كمان، المونوسايت عالية، وبلاقي اتيبيكال ليمفوسايت اللي احنا قلنا عليها واحنا بنشرح الباثوجينيسيس. يبقى دي other method for diagnosis. تمام يا شباب كده احنا ايه، thank you، احنا خلصنا المحاضرة بتاعتنا. thank you يا شباب.